عن طريق يعني الـ uncontrollable system، عن طريق الـ input بقدر اغير بالـ behavior تبع السيستم، يعني بقدر اغير الـ states تبع السيستم. فحينتها بنقول السيستم عندي ايش؟ uncontrollable. الآن هذه بتختلف شوية لما نتكلم فيها على المودل الثانية. المودل الثانية ايش بدي اعمل؟ بدي اروح اجيب الكنترولابيليتي ماتريكس وافحص الكنترولابيليتي ماتريكس، زي ما هناك كنت بدي اجيب الايش في الاي ماتريكس، بدي اجيب الايجن فاليوز وافحص هذه الايجن فاليوز. هنا لا، انا شغال على طول بقدام الحاجة. السي ماتريكس بطلع عليها بشوف هل السي ماتريكس اللي عندي فيها اي عمود كله صفار. اذا العمود كله صفار معناته السيستم اللي عندي هذا ايش؟ ان اوبزيرفبل. لو العمود، والعمود ممكن يكون element واحدة وممكن يكون عشرة، بس العمود ككل لازم احكم عليه. هذا بتنفع للمالتي انبوت والمالتي اوتبوت. الكلام اللي بحكيه لما بتكلم عمود وسطر، سنجل انبوت وسنجل اوتبوت بقول لك لو شفت صفر في اي منطقة معناته ايش؟ يعني لو شفت صفر موجود في البي ماتريكس انكنترولبل، في السي ماتريكس ان اوبزيرفبل. هذا ابسط شيء للسنجل انبوت سنجل اوتبوت، وجود صفر معناته بنفي الخاصيه. الان السيستم لو كان كنترولبل وكان اوبزيرفبل بسميه مينيمال. وايش بعني بمينيمال؟ المينيمال لو حطيت النومريتر والدينومينيتر فيش حاجه مشتركه بينهم، بتلغي بعض. لانه احيانا بتحصل عندنا التالي، وهذه من الشغلات اللي بدكم تنتبهوا لها كعلم كنترول. ايش هي؟ السيستم بيبقى الاوردر عنده الديفرنس ايكويشن مثلا فيفث اوردر، باجي بحصل على ترانسفر فانكشن بلاقيها ثيرد اوردر. طب وين راحن البقيات؟ الباقيات راحن لما صار بيلغوا بعض بصيروا، عرفتوا؟ يعني بصير كانسليشن، بول زيرو كانسليشن، يعني بيلغوا بعض. حاجه من النوميريتر بتلغي شيء من الدينومينيتر فبينزل الاوردر لها. هذا بنسميه نون مينيمال. نون مينيمال لانه بدينا فيه صار الغاء، المينيمال بصيرش فيه الغاء. هذه معلومات حاليا بتفيدكوش، لاحقا بتفيدكم، بس انا طالمها اجت في الطريق بتشرحها وبتقول ايش بتعني في هذه الشغله. في رسمه لاحقا بنشرحها ايش بنعني فيها في هذه الشغلات وبنفصلها بشكل اكثر. بس البارل فورم هو من الفورمز بالفعل سهل جدا للحصول على معلومات منه بمجرد الانسبكشن. الان اللي حكيت لكم اياه، قلت لكم الدايركت فورم او الكنترولبل كانونيكال فورم. لما بدي اعمل ستيت فيدباك في حاجه بنحسبها بنسميها الجين، اللي هي الكي. الكي هذه عندنا حاليا اللي شفتوها لما استخدمتوا الراوت هيرويتس ولا استخدمتوا الروت لوكس كانت تطلع عندي رقم، صح؟ هنا لما نستخدمها بالستيت فيدباك كل ستيت بده يطلع لها رقم، يعني لو عندي فورت اوردر حيطلع عندي اربع ارقام. فهذه الان كيف احسبها؟ بتبقى عمليه بسيطه لو انا استخدمت الكنترولبل كانونيكال فورم. لو استخدمت فورم ثاني يمكن ما اقدرش احصلها، يمكن يطلع عندي حاجه نون لينير وما اقدرش اشتغل عليها. عشان هيك لازم اكون ايش؟ كيرفول في هذه الشغله. يعني اسهل ان احول السيستم ولاحقا لما نوصل للستيت فيدباك حنفرجيك كيف تحولوا السيستم ل دايركت فورم بشكل مباشر. نفس الشيء لما نبني استيميتر كيف نحول السيستم ل اوبزرفبل او كانونيكال فورم او نستد بروجرامينج فورم. الان لو بدي اشتغل في المختبرات وبدي اشغل اوب امز اعمل سيركت، احيانا بيطلع عندي مشكله في هذه الشغله. ايش المشكله اللي بتحصل؟ انه بصير عندي بنسميها في العلم تبعنا اوفر فلو سيجنال. يعني الاوفر فلو سيجنال لو عندي انا لو كمبيوتر بيعطيني ضوء احمر، الضوء احمر اني انا دخلت على النون لينير ريجن، بطل السيستم عندي يشتغل في اللينير ريجن، اللي هي احنا باللغه تبعتنا الهندسه بنسميها بدل الاوفر فلو دخلت في الساتوريشن. فانا شغلتي اوزع الجين
على الاوب امبس هذه بحيث ما تدخلش في الساتوريشن. هذه من الشغلات اللي حاببكم تعرفوهن وتشتغلوا عليها. كويسين هيك؟ يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك. دكتور بخصوص البي ماتريكس في البار فورم، البي ماتريكس هذا انا بختارها بشكل عشوائي ولا على نفس الطريقة اللي اعطتني اياها؟ لا، هي انت مش بتختارها، انت ما عندكش اختيار للبي ماتريكس. البي ماتريكس بتيجي ماشيه مع النموذج اللي انت بتستخدمه. يعني لو انا في الكنترولبل كانونيكال فورم دايركت فورم، هتلاقي كل العمود اصفار واخر واحد بنحط فيها واحد. الان لو في الاوبزرفبل كانونيكال فورم بسميه نستد بروجرامينج، هتلاقي الكوافيشن تبعت النوموريتر تبعاتك مصفوفة هناك. عرفت؟ في البارالل فورم لو السيستم اوبزيرفبل هتلاقي هذه عندك شوية مرونة، بتلاقي ايش كل واحد من هدول في حاجة، فيش اصفار يعني. عرفت؟ لو بنستخدم الكاسكيد هتلاحظ بعضه في صفر وبعضه في ايش element. فهذه مش انت اللي بتختارها، هو بيطلع معك في السيستم زي هيك. وفي شورت كات يعني بفرجيكم اياها، انت يعني مش ضروري تعمل كل هذه الديريفيشن، انت بتصف هدول حسب ما انت فاهم. يعني بصير عند الواحد ايش قلب قوي وعارف ايش بيسوي، بيقدر يحطهم هدول بشكل مباشر ويقول هاي اللي بيطلع معي. كويسين؟ طيب كمان سؤال يا دكتور. تفضل. في الهوم ورك في شغله تبع الاول ما قدرتش افهمها، انه كيف لما نحول من اي اوف تي ماينس 3 تي في اوف تي ماينس 4 تي او اي معادله ثانيه، كيف نعوضها التي سمول بكي تي؟ في حاجه لاحظتها فيكم في يعني كثير في اللي عندكم. انا لما استخدم اللابلاس بحط اي تو دي اس تي او رقم والتي بتبقى اكسبليسيت، لما اروح للزي بحط ارقام بحطش تي في اي اس. كويس؟ يعني لما بجيب بقول زي ماينس واحد بقولش زي ماينس تي، وهذا تكررت كثير كخطا عند الكل في الهوم ورك الاول. الان انت اللي بدك تفهمه التالي، انا الفانكشن اللي عندي او البروبرتي تبعت الزي ترانسفورم واضحه، كيف بدي اعمل هذه فيت النموذج اللي عندي؟ كويس. الان بدي اعملها فيت، معناته بدي اغير في الطبيعه، بدي اقول اي اوف تي ايش بتعني. اي اوف تي بتعني اي اوف 0 زائد اي اوف 1 زي ماينس 1 اي في 2 زي ماينس 2. الان لما نعملها شفت بثلاثه كيف شكلها بدي يصير؟ هذا اللي لازم اعرفه. عرفت؟ الان اذا عرفت هذا ولقيت واحده عندي مش راكبه، معناته بدي اضيف شيء المسنج هذه اللي عندي، وهذا اللي في النموذج اللي عندكم صار. انا ضفت المسنج كومبوننت عشان تفت الفورم الموجود عندي. يعني اللي بعبارة تانية، البروبرتي تبعت الزي ترانسفورم شغلتها عشان فت الفورمولاز الموجودة عندي. يعني أنا بدي المعادلات الموجودة أو التيبلز الموجودة تبعت الزي ترانسفورم، أنا بدي أجيب الشكل تبعها. كيف بدي أجيب الشكل تبعها؟ معناته أي حاجة ميسنج بدي أعمل آد وسبستراكت لهذه الجزئية. يعني لو كان مثلا عندي نعملها شيفت بثلاثة بضيف تيرم اي 0 اي 1 واي 2، يعني لو عملت زي هيك. بس هذه عندك البروبرتي مباشرة، ايش بتقول لك؟ بتقول لك حط الشيفت بثلاثة، حط زي ماينس 3 وشوف ايش اللي بضل عندك، اطلعها لبرا. ايش بضل عندك؟ حنتها بدك تعمل ايوه حنتها، اذا في حاجة ميسنج بتضيفها. عرفت؟ أي تساؤل تاني؟ صباحك بالخير يا دكتور. والله صباحك بالخير.
بخصوص مخصوص مخصوص السيميلاريتي، هنجيب احنا مخصوص السيميلاريتي اخذناها في تحليل عددي، وكان كنا نعاني منها كثير يعني ما فهمناش كثير ايام الماده. فاذا تقدر تشرح لنا اياها، لانه ايش كان سؤال في الواجب ونشر فريقنا كثير 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 يعني. هي شوف يعني يمكن احنا عندنا هنا سيميلاريتي لفت البارل او الجوردن فور، هتاخد لاحقا السيميلاريتي تو فيت زي ما حكيت لكم قبل كم من ثانيه ايش الدايركت فورم والنستد بروجرامينج فورم. الان الاليه كيف نعمل واحده من واحده للثانيه بتختلف، لانه انت زي ما حكيت هذه بدك تفهمها كيف تشتغل صح. اول حاجه خطوه بنعملها بدنا نجيب الايش الايجن فاليو تبعتنا. لنجيب الايجن فاليو الحين بدي افرجيك، احط ملف وورد واعرض عشان تشوف كيف بدي يطلع معك. طيب خلينا الفونت طيب الآن لو أنا بدي أعمل الموجود عندي زي ما حكيت قبل شوية، بدي أجيب الإيش بدي أجيب ال Eigen Value. Eigen Value إيش بتساوي؟ يعني أبسط الأنواع، بدي أجيب الديتيرمينات. طيب خلينا نعمل ديزاين، بدي اجيب الديتيرمينانت وهاي لايش؟ للزي اي ماينس اي او بيج اي، واعملها بتساوي زيرو. ايش حيطلع معي من هذه؟ هذا حيطلع عندي الايجن فاليوز يا دكتور. ايوه هي الايجن يعني فاليوز الموجود، حيطلع عندي بعض الايجن فاليو الموجوده اللي انا بحكي عنها قبل شويه اللي كنت احكي عنها. الان لما تطلع عندي هاي يعني هنا حتطلع عندي بالانوميال، البالانوميال بدي اجيب الروتس تبعتها حتعطيني الايش؟ الايجن فاليو. كويس هيك؟ الآن لأجيب الايجن فيكتورز ايش هعمل؟ هقول للايجن فيكتورز التالي. كويس؟ وهذا اللي كنا بنشتغل عليها، او خلينا نقول بدنا البراكت هذه، وبدي هذا اغيرها لاجيب البراكت الثانية. كويس. طيب انت يعني مصممة تيجي عندها، بدي اجيب الان زي واحد، او خلينا هذه نحطها بالشكل الصحيح عشان احنا قاعدين نشتغل. هاي زي واحد في الاي ماينس اي ماينس اي مضروبة في ايش؟ خلينا نقول بي واحد، او هذه بي واحد بتساوي زيرو. الان هذه الزي اي معروفات عندي، هذه اللوبس هذه لازم تبقى نرجعها هيك. هاي الان انا بدي اجيب مين؟ البي اللي عندي هان بي واحد، وبعدها بدي اعمل نفس الشيء واجيبها للبي اثنين والبي ثلاثة
اي هذا بغير الرقم اللي هان لاثنين، وهذا بغيرها لايش؟ لاثنين. ولو ثلاثة الآن، اللي من هذه وهذه إيش بيطلع عندي؟ بدي يطلع عندي البي ماتريكس اللي هي الترانسفورميشن. إيش بتساوي؟ بتساوي زي ما عملنا قبل شوية، هحط هنا فيها أكثر من إليمنت. شوف هذه هاي بي واحد، وبي اثنين. شايفين كيف هذه اللي بسميها ايش؟ البي ماتريكس اللي طلعت عندي فوق هنا. ايوه. الان هذه زي ما بتعرفوا، لو كانت السيستم عندي اثنين باثنين زي ما انا بروبوز، هذا ايش اللي حيطلع عندي؟ هذه حيطلع عندي عمود في تو اليمنتس. كويس؟ العمود اللي فيه two elements هذا اللي انا ايش؟ العمود اللي فيه two elements، وحجيب عندي هذا العمود الثاني جنبه فيه two elements، صارت عندي البي ماتريكس قديش؟ 4 ب 4. الان لما 2 ب 2 يعني 4 elements، لما ناخذ الانفرس تبعها صارت عندي البي ماتريكس والانفرس تبعها موجودين. الان بستخدم المعادلات اللي انتم شفتوها اللي هي البي انفرس في الاي في البي لتعطيني الاي دياجونال، والبي انفرس في البي لتعطيني البي الكورسبوندنج بي دياجونال معها، والسي في البي بتعطيني ايش؟ الكورسبوندنج سي دياجونال. واضحه هذه الخطوات؟ واضح هذا؟ الأمور يعني ببساطة جدا. الآن يمكن أصعب إشي بتيجي لو إيش؟ لو في عندي، وهذه مرت عليكم في السيجنالز الأصل، لو في عندي ريبيتد روتس إيش بحصل؟ شفتوا أنا لما كنت بحط بتطلع عندي بي واحد أول وحدة، لو هذا ريبيتد إيش بسوي؟ الآن القيمة اللي بتطلع عندي هذه بضربها في، بقول هنا يعني اللي بدي أعمله التالي عشان تكون واضحة عندك إيش اللي بيطلع. ها خلينا نحطها، لو هذه اللي عندي فيها ريبيتد إيش ممكن أعمل؟ حتصير البي تبعتي، أو خلينا نقول نيجي للجزئية هاي، هذه مثلا ريبيتد، ايش بدي اعمل فيها؟ مش واضح على الشاشة ايش بتعمل؟ الحين بعمل لكم شيرنج تاني. شير سكرين. بدي اخذ هذه كنت بقول عندي هذه بدها تصير بي واحد واحد، وهذه بتساوي البي واحد. هذه عندي معطى وهذه معطى، طالب بدي اجيب مين؟ البي واحد واحد، والبي واحد واحد بحطها وين؟ هنا. شايفين؟ بتصير الثيرد اليمنت الموجوده عندي هنا. بدل هنا كنت احط ايش؟ صفر. الان بطلت احط صفر، طلع اول قيمه عندي اللي فيها الستاندرد هاي هي اللي بحطها هاد. واضحه هذه؟ عيدها يا دكتور. الان في حاله الريبيتد، هذا عندي مثلا ريبيتد، هاي كل واحده لحالها. لو هذا ريبيتد عندي، يعني هذه صارت بايش؟ 3 ب 3، في عندي بول اللي هي زي واحد ريبيتد، يعني عندي زي، خلينا نقول زي واحد بتساوي 0.6 0.6،
وهذه زي 2 بتساوي 0.7 مثلا، كويس. هذول بشتغل معهم اول خطوه. الان انا بدي اجيب كم ايجن فاليو عندي، بدي كم ايجن فيكتور اللي بدي يجي لي، بدي يجي لي الاصل 3. فهنا بصير بحط هنا هاي بي 1 1 بحطها هنا عندي. الان هاي بي 1 وهاي بي 2 اللي جبتهم في الايش في الطريقه الاصليه. البي 1 1 هذا كيف بدي اجيبه؟ بجيبه بالمعادله هاي، باخذ زي 1 اللي عندي هنا صار لها ريبيتد في الاي ماينس اي مضروبه بي 1 1 بدها تساوي ايش؟ بي 1 اللي عندي. وهذه بتطلع برضو عمود فيه 2 elements، عمود فيه 3 elements. هذا العمود اللي عندي في 3 elements، هذا العمود 3 elements الموجود عندي. فأنا هذا اللي بشتغل عليه فيهم. يعني خلينا ناخذ اكزامبل بسيط. لو قلت الاي ماتريكس عندي، بدها شويه هذا حسبه، حدا فاتح جهازه قدامكم. انا الماتلاب عندي مش اشتغل وبطل يشتغل، في مشكله فانا جاي اصلحه لكم. طب دكتور في امكانيه ممكن احنا نحط الاي ماتريكس والاله الكومبلت اللي طلع لنا الايجن فيكتورز؟ زي ما بيقولوا انا بعلمك كيف تسويها بدون اي اله. الان معك ما هي الاله، ما هو الماتلاب ايش بيعطيني؟ بيعطيني كل شيء، مجهز لي كل شيء صح. بقول له كونفرت بيعمل لي كونفرت، مش هالشغله. ولو يعني ما فيش داعي اروح لكل اللينك هذا، بس انت بدك تفهم ايش الكونسبت اللي بتيجي وراه. فهمت علي ليش احنا بنروح في هاي الكونسبت اللي جاي وراه؟ الماتلاب حيعطيك الايجن فاليوز والايجن فيكتورز، مفيش مشكله فيه. بس انا بقولكش شغل بس الاله وخذ الشغل تاني. انا بقول لك ايش؟ بقول لك هذه مطلوب منك تفهم كيف هذه اجت، لانه انت اللي بتبرمج الاله مش الاله بتبرمجك. واضحة دكتور؟ عشان نحكي في موضوع الآلة، أنت برضه البارشل فراكشن أنا ممكن أعملها على الكومبلكس، تمشي ولا لازم نمشي بالطريقة التقليدية؟ أنا لما أقول لك خذ امتحانك بقول لك حط الآلة برا القاعة، لأن ممكن أحط لك امتحان على آلة وأحط لك امتحان بدون آلة. عرفت؟ فأنا حسابي بدك حاجة امتحان أبسط بقول لك ارمي الآلة برا، بدك امتحان أصعب بقول لك دخل الآلة. يعني لما أنت بدك تدخل الآلة أنا برتاح في إيش أحط، بدكش تدخل الآلة أنا بتغلب في إيش أحط. بدي أحط حاجة اللي بتقدر تعملها بدون في الوقت المحدد بدون المجهود. عشان هيك إحنا بنعلم كاش كيف تستخدم الآلة، بنعلمك كيف تشتغل بدون آلة. الآلة تطبيق للي أنت تعلمته. إذا أنت عارف كيف تشتغل بتقدر تشغل الآلة زي ما بدك، إذا مش عارف كيف تشتغل بتصير الآلة هي اللي تتحكم إيش الصح وإيش الغلط عندك. دكتور أنت عالم المفاهيم، بس في شغلات بتتكرر معانا زي البارشل فراكشن، يعني تقريبا مفيش مساق إلا داخل فيها البارشل فراكشن. إحنا أقول لك حاجة نور، هاي انا اللي قديش بستخدم، استخدمت الآلة يمكن خليني اقول لك في تقريبا في ال 92. ايش بدك تحل بالآلة حليته، حتى لليوم انت ما وصلتوش للي كنت اسوي فيه. على الرغم من هيك لحتى الآن بعملش البارشال فراكشن على الآلة، بعمله بإيدي خلص. هاي تعود، زي حكاية انك تحسب تطلع عندك، يعني مش هالغلبة. ايش انت تعود حالك بتعيش، بتعود حالك على الآلة بتعرفش تشتغل بدون الآلة، بتعمل لك ليميتيشن. انا بقول كاش ما تستخدمش الآلة، انا بقول لك استخدمها، بس في الغالب اسهل بكتير يعني انك تعود حالك تشتغل بدون الآلة من تعود حالك تشتغل بالآلة.
يعني الحين زي حكايه لما تاخذ هي ما شاء الله عليكم الحين كل هيدكم سنه رابعه سنه خامسه، لما بدك تضرب اي حاجه بتقول شيء، اذا طلعت الاله وقدام الناس قاعده بتضرب الكل بتطلع في الثاني، بس اذا انت ضربت وطلعت رقم حتى قريب للصحيح الكل خلص بيقول لك هذا يعني عارف ايش اللي بيسوي. فتعود هذا، انت جيل بدك تعود حالك، يعني انت متعود على الآلة هي الحل، الآلة بتسوق فيك. وهذا من الشغلات اللي بتحصل معنا، انه احيانا بتطلع عندك أجوبة مش منطقية، اعتمادك الكامل على الآلة بخليك تعتمد هذه الأجوبة، وهذا اللي بدك اياك توصل إلها كمهندس. المهندس دقيق الملاحظة، سمعنا ايش دقة الملاحظة؟ يعني لحد ما يشوف اي حاجة غريبة بلاحظها، هذا طبيعتنا. احنا 5 سنين بنعلمك انك هذه المهارة، يعني زي ما تقول تغذيها وتنميها، فدقة الملاحظة. فانت دقة الملاحظة باعتمادك على الآلة بشكل مباشر تخسرها. فاحنا بنرجعك نقول لك كمهندس لا، بدنا اياك تكون تضلك دقيق الملاحظة، يعني على طول تكتشف الخطأ. مجرد يعني لو سمعت حاجة تعرف انه هذه فيها مشكلة، لو شفت اشي تعرف انه ايش انها فيها مشكلة، لو حسيت حاجة بتعرف فيها مشكلة على طول. هذه احساسنا في المشكلة عالي جدا كمهندسين. هذه بتجيش بليلة ويوم، ابو نقول لك السوق بعلمك هيك، هذه 5 سنين عندنا تتطور هذه المهارة. واسأل المهندسين اللي قبل بقول لك على طول، انا عيني بتضربش الا على ليش، على الخلل. ليش؟ لانه على طول هذا في الجينات، صارت ال5 سنين اللي قعدت هم راح انش ببلاش. يعني انت مش زي الباقي العامه، انت هاي المشكله وهاي الحل تبعها، وعلى طول بتلاقي حالك شغال يلا بدنا نحل في هذه الامور. ليش؟ لانه هذه المرحله هي اللي بتغذي التفكير تبعك. الآلة والغير والغراته تقتل هذه المهارات. أنا بقولك استخدمها لو أنت مضطر للوقت. عود حالك أنك تعمل الشغلات بيدويا، هذا شغله دائما، تعوده على الشغل، ما تعودوش على الكسل. زي جسمك، إذا تعود على الكسل بصير إيش؟ كل حاجة بتستثقل منها. بس إذا تعودت حالك على الخفة السن بوقف كاش، يعني بتلاقي حالك في ال40 زيك زي أبو ال16 بتفط وبتعمل. إذا عودت حالك على الخمول بتلاقي حالك في ال20 وزيك زي أبو ال60. فهذا اللي إحنا بنحاول نغرسه فيكم عبر السنوات، بتجيش بين ليلة ويوم، تيجي مهارة تتطور معكم. وضحت الصورة يا نور؟ وضحت وضحت دكتور، الله يعافيكم. دكتور بس سؤال كان، ايش الهدف من ضرب السمنارة في المصفوفة؟ كان لها هدف معين، بذكر بأن الدكتور باسل عشان نجيب سيستم قريب للسيستم، يعني السيستم يكون نفس البولز، نفس المكنزم اللي حشتغل فيها السيستم الأول. هو خلينا أقول لك حقيقة، هذه ايش هي؟ all similar systems have the same transfer function. عرفت؟ يعني هذا حقيقة، كل السيستم السيميلر لهم نفس الترانسفر فانكشن، الاختلاف شكل الستيت سبيس موديل. انا بروح زي ما حكينا من البداية، مثلا بدي اروح للبارل فورم، البارل فورم بيعطيني كل الخصائص باي انسبكشن، يعني انا بقدر بعيني اشوف كل حاجة بدون ما احسب اي حسبة. الدايركت فورم لو انا بدي استخدم ستيت فيدباك، بدل ما تغلب في عملية انه لانه احسب الجين تبعت الستيت فيدباك، الاصل تبقى عملية بسيطة. لو انا كنت في الدايركت فورم العملية بتبقى بسيطة وسلسة، ولا بحس فيها، وانتو حتشوفوها انه هذه يعني زي لما نقول الجين K1 يساوي 5 ناقص 2، شايف ما ببسطها؟ بينما لو رحت فورم تاني ممكن يطلع عندي non-linear equations. فعشان هيك احنا دائما نقول لك حطه بالفورم هذا،
بس كل هيتهم لهم ايش؟ نفس الترانسفر فانكشن. هذه أسئلة مقابلات على فكرة هذا السؤال، يعني لو حدا بدي يقابلك بقول لك ايش الشغلة المشتركة مع السيميلر سيستمز، بتقول له هذول كلهم لهم نفس الترانسفر فانكشن. كويس احمد، عرفت ايش الفكرة؟ تمام يا دكتور. اي استفسار تاني؟ طيب انتوا الحين هيك يعني على اعتاب الكوز الاولاني، كويس. ان شاء الله في الاسبوع هذا حنزل لكم الكوز الاولاني اللي هو بتكلم كيف نجيب الزي ترانسفورم. حط لكم يعني عده اسئله، كل واحد بيجي له سؤال بيختلف ومنه احسب لي الزي ترانسفورم، كويس. هيك الاسبوع الجاي بنعمل الانفرس زي ترانسفورم، واللي بعده بنيجي على السيستمز اللي تكلمنا عنهم هدول. دخلنا احنا على فكرة محاضرات الاسبوع هاد بتتكلم على السامبلينج، فهذه من الشغلات برضو المهمة في الكونسبت. تكلمنا الاسبوع هذا محاضراتهم على الاوبن لوب، كيف نحسب حساب السامبلينج لما من ناحيه الاوبن لوب. لما نروح للكلوز لوب تتعقد شويه الامور، لانه احيانا ممكن ما نحصلش على ترانسفر فانكشن، وهذا حنفرجيكم اياها ان شاء الله. جزء الاناليسز مهم جدا هذا، لانه بيعرفنا كيف نشتغل مع السيستمز اللي قدامنا. كويسين هيك؟ السلام عليكم. كيف حالك دكتور؟ الله يخليك يا حسام، كيف حالك؟ تفضل. لازم يا دكتور، بالنسبة للواجب اللي كان مطلوب عندنا على الورك 2، يا دكتور كان الأسئلة كان الأسئلة مستواها عالي شوي، إنه شو اسمه؟ ما كانش قارب للي احنا درسناه، يعني أنا حضرت المعلوم كان بعيد شوي عن أسئلة الكتاب، حتى يعني كل شيء كان عانه. طبعا اصلا اخر شيء انه ننسى المانيوال سوليوشن عشان نقدر نحل. لاحظت في الواجب الاولاني، تسمعنا هاي الشباب بيسمعوا، لاحظت في الواجب الاولاني في نسبه نسخ من المانيوال سوليوشن مش بسيطه. انا بعطيكوش الواجب عشان تنسخه، هذه حقيقه. انا بعطيك الواجب مش عشان تنسخ، عشان تتعلم. واللي بغلطش بتعلمش، اللي انت بتغلطش في الواجب هتغلط في الامتحان. فالهدف دائما من اي واجب، انا فلسفتي الواجب مش غلط اغلط فيه، يعني في الاول في الاخر هذه فرصتي لاتعلم منه. المستوى لا مش عالي، يعني يمكن انا دورت لكم ابسط اسئله موجوده في الكتاب، يعني ما رحتش لاسئله صعبه، اسئله بتقدروا عليها وبتعملوها. الآن لو أنا ما عرفتش أحله إيش بدي أعمل؟ وهذا من الحاجات اللي أنا بنصحكم فيها تعملوها. برجع للمحاضرة وكويس إنها مسجلة، بتفرج عليها جزء وبعيدها مرة اثنين ثلاثة لأشوف إيش فيها اللي أنا راح علي أو ما فهمتوش. الآن بعدها باجي أجرب، إذا أنا شفت حالي وقفت بشوف حدا من زمايلي ما شفته مش فاهم، برجع للمدرس، انا في واحد اثنين ثلاثة مش عارف اسويها، ايش الحل؟ مش هاي. اذا انت بدك تنسخ في الاول انت بتغش حالك. انا هذا في الواجب، وهذا بقولها على العموم، مش اخليكم بتحلوا فقط، هذا في الواجب انكم تتعلموا. اذا انا ما يعني حسيت انك ما تعلمتش حطيها، يمكن بقول لك انا بشكل واضح كان الواجب الاولاني في نسبه عاليه جدا من اللي سلموا نسخين من السوليوشن مانيوال، لانه حتى في السوليوشن مانيوال في جزئيات، يعني هو هذه النسخه يعني صح الفورت اديشن، بس في تغيير في بعض الاسئله لقيتها زي ما هي نازله عندكم، يعني اللي مسواها. فالمدرس بشوف هذه الشغلات في الأول في الآخر، أنا بحكيها وهي بعيدها تاني. اللي بينسخ بغش حاله، بغشنيش
ولا انا بهمني في الاول في الاخر. لو انت جايب 8 من 10 في الواجب ما هي حتصير 10 من 10، يعني مش حتفرق كثير، بس لو انت نسخت انت بتغش حالك. فهاي النصيحة دائما لا تسويش. لو في حاجة مش فاهمها شغلة الفيديوهات هذه احسن من حكاية المحاضرات اللي هاي انا برجع لها بتفرج على الشغلة مرة واثنين. طب انا ايش اللي ما دخلش مخي صح؟ حنتها بشوف ايش اللي ما دخلش وبقدر اتغلب عليه. اما بدي حلول سريعة مش هيك. يعني انت سنة اولى تانية ممكن تلجأ للحلول السريعة. انتوا الان في مرحلة يعني مهمة جدا لكم، رابعة خامسة لا انا بدي افهم، لانه بكرة بطلع للسوق اللي مش فاهمه ببين. فبديش اطلع انا بس اشيل الحاجة عن وجهي. يعني مش انت حكيت نقطة وكويسة يا حسام، لانه نبهتني انا في بالي احكيها بس احيانا الواحد بنسى. انا بدي احكي انه لا، الاصل انه اتعلم. حتى الكويز الغرض منه انه اتعلم، مش الغرض العلامة. انا بحطه بشوف ايش الحاجات اللي انتوا فيها عندكم اشكالية فيها، وباجي بقول لك هذه الشغلات لا فيها اشكالية. والاخطاء لما تتكرر بتحسها ايش عند الكل، حتى في السوليوشن مانيوال احيانا في اخطاء بتتكرر موجوده، بتلاقيها كلها صاروا يعني معناته في حاجه مش مظبوطه. يمكن محمد هاشم معنا لساته ولا راح. محمد هاشم من الناس اللي بيقول لك انا بدي اغلط واحل واجرب اكافح، في نفس الوقت بصل لنتيجه في الاخر انه الامور بفهمها صح. اللي يعني انت لما تقرا للماده، بقول واحد يقرا لها لو قريت مره واحده في البدايه صح، بعدها بلزمش تقرا لها كثير. يعني بتصير تمر عليها مرور خفيف لما بدي اجهز حالي لامتحان ولا اي شيء. بس اذا ما فهمتهاش بصير نظام الطوارئ، والحقوني وخلينا نشوف وين بدنا نروح. مش هيك الشغل تبعنا. انت في مرحلة الان لا انا بقرا لافهم، مش بقرا عشان اجيب علامات ولا غيره. اي تساؤل تاني؟ دكتور عندي في سؤال مناسب للواجب 273 في العديد. طيب كان في سؤال الواجب، كان في مجال انك تختصر قبل ما تعمل اي انفرس للسؤال في الاربع طرق. أنا توقعت إن مشكلة أو في غلط، لكن هل إحنا بنختصر وبنشتغل ولا بنشتغل على بدون اختصار؟ لأن لما اختصر نفس الجواب حيطلع على الآخر. ما هو خذ مني، سمعت أنا قبل شوية إيش حكيت في السيستم. احيانا من الشغلات يعني اللي بتحصل فيها اشكاليات في ايش، لو انا بدي استخدم السيميلاريتي ترانسفورميشن وعندي سيستم ما اختصرتش فيه، ايش حيحصل؟ ايش المشكله اللي حواجهها؟ حواجه انه لما اجيب انا بدي اعمل ترانسفورميشن، بدي اجيب الزي اي ماينس اي والهدول، اجيب في بعض الطرق حتشوفوها لاحقا كيف بنعمل فيها وبنحول. حيصير حاجة عندي ان انفيرتابل، يعني حجيب ماتريكس والماتريكس هذه اللي انا بعمل فيها الشغل تبعي هذه بتصير ان انفيرتابل. لايش؟ لانه السيستم اللي عندي مش مينيمال. المينيمال انا لو في اختصار الاصل اختصره كويس. الان لو انا رحت بشكل مباشر من ال انت، يعني الميزه تبعت الستيت سبيس او الديفرنس ايكويشن ايش هي؟ انه كل الستيتس بتبين عندي. عفوا، العيب تبع الترانسفير فانكشن انه بتصير اختصارات احيانا، فبتبينش يعني بعض الستيتس حتختفي. يعني انت شفت مثلا ثيرد اوردر او فورث اوردر، لما اجي اشتغل عليه بلاقي سكند اوردر، معناته في اختصار صار لتنتين منهم. عرفتوا؟ فهذه من الشغلات اللي بتبين في الترانسفير فانكشن، بتبين شوين
في الستيت سبيس او في الديفرنس اكويشن، يعني انا ببقى حابب اشوفهم، بس في الترانسفر فانكشن على طول بيطيروا هدول. يمكن التحويل من الستيت سبيس للترانسفر فانكشن بتطلب التالي، انا ايش بعمل؟ بجيب الاس اي ماينس اي انفرس، شايفين هذا الماتريكس الاس اي ماينس اي انفرس، لو في عندي اختصار وما حصلش هذه حتكون ان انفرتبل، يعني انت مش حتقدر تجيب الانفرس هذا. واضحه؟ فهي هذه احدى الشغلات اللي بتحس فيها فيها اشكاليه بتحصل عندنا. اي استفسارات تانية؟ انا دكتور كان في مشكله في المايك، دخلت من اللابتوب عشان اقدر احكي ثاني. بقول قبل شوي جبنا سيرتك، بقول محمد من الناس الايش اللي بيحب يجرب في الامور ويغلط وبتعلم من غلطه، ما مش مستحيل. انا هيك عملت الاول، بعرف بعرف، انا شفت اللي عامله، شفت الكل ناسخ، يعني نسبه كثيره ناسخه ومن السوليوشن مانوال، والخطا بتكرر، يعني السوليوشن مانوال ما تركنوش انه كل اللي الحل تبعه صح، لا في اخطاء فيه. بعمل شورت كاتس كتير بس اصلا ما ضربتش عليه، يعني انا شفته بس ما اتكلمتش فيه ولا سلمت على اساسه اصلا. بعدش اجرب مع نفسي ايش بطلع معي، حتى قلت لك يومها سلم التهديد اللي عملته قلت لي سلم. هذا من الناس اللي بقول لك حاجه واحده وانا بحكيها بكررها على الكل، الواجب الهدف منه تتعلم مش تحصل درجات، في الاول وفي الاخر الدرجه حتحصل عليها، يعني في الغالب كل اللي بيسلم الواجب صح بياخد الدرجة، الآن اللي بغش حاله. فهي أنا بدي أجرب وأشوف إيش الخطأ اللي عندي، والطريقة اللي قلت لك لو أنت مش فاهم حاجة بعيد الفيديو مرة واثنين الجزئية، وهذه من محاسن التسجيلات، وبشوف فهمتها ما فهمتهاش معناته في حاجة أنا مش فاهمها، بسأل زميل اللي لقيته مش فاهمها بروح على المدرس على طول أقول هذه الشغلة في إشي مش واضح فيها. هاي طريقة الدراسة حتى وجاهي ولا غيره، هذه الطريقة الوجاهي العيب فيه فيش تسجيل إنك تعيد وتزيد فيها. أنت إيش دخل وقت المحاضرة هذا اللي بتحصل. كويسين هيك دكتور؟ بس في حاجه من احكي لك عنها بخصوص المعامل اللي فصل هذا معنا اربع معامل، هذا بدنا كل اسبوع اربع تقارير، وكل تقرير بنقعدين عاملينه فرق لكل شخص يعمل تقرير لحاله، وطبعا كل تقريبا كل معمل بكل مفهوم التقرير وواجب وواجب المحاضرات، فصار ضغط كثير عندنا. فإذا بتحكي مع المعيدين مثلا يكون عندنا التقرير جماعي كل ثلاثة أو كل اثنين زي الفصول العادية اللي دايما. هي شوف يمكن الكلام اللي حكيته كويس وجوهري، أنا قعدت مع المعيدين يوم الثلاث، ومن الشغلات اللي طلبتها منهم التخفيف عنكم ككل، بس النقطة اللي حكيتها كويسة. أنا بدي إياكم حتى وأنتم مش موجودين يعني أونلاين يعني وجاهيا يعني إن بيرسون، إنه كل في مجموعات والمجموعات بتشتغل مع بعض في الشغل التقارير تبعاتها وفي الشغل تبعهم، يعني أنت لما ترجع على الجامعة أنت مجموعتك شغالة قبل وبترجع تشتغل طبيعي معهم، لأنه احتمال كبير انه يعني خلال فترة بسيطة ترجعوا للمعامل، اقل اشي نخلص المعامل بشكل جيد، يعني نبقى مستعدين لهذه الفترة انه حتكون المعامل مكثفة ونخلصها في الجامعة. فهذه مش بعيدة الفكرة تكون موجودة، بس انا من الشغلات اللي حبعت لهم اليوم اقولهم بالنسبة تقارير انه يقبلوها جماعيا، يعني مجموعات، مجموعة من ثلاث اشخاص وهي الحد الاقصى تبعها، ثلاث اشخاص كل
مجموعة من 3 أشخاص ممكن يسلموا تقرير واحد، وهذا طبيعي بخف الحمل شوية عنكم. احنا متفهمين انه في ضغط الآن، الإنسان يمكن سيد نفسه كمدرس اللي له سنين قدر قديش الشغل تبعه اللي بياخدها، المعيدين جداد يعني بتلاقيه بقيس على حاله أحيانا، شوية ببقاش تقدير الوقت عنده مع يعني هو بيعرف كيف هو بدرس، بس كيف التانيين كشرائح، وهذا من الشغلات اللي حكيت معه انه مش كل الناس بتدرس بنفس الطريقة اللي انت بتدرس فيها، فهذا بدك تقدره وتعرف انه يعني تتغير الدنيا في هذا المجال، فبنحكي لهم اليوم ان شاء الله. دكتور تفضل. بالنسبة للمرجب، أنت بتنزل الساعة تكون يوم مثلا الأحد يوم السبت الساعة 12 صباحا، هذا بيعمل عنا نفس يعني لما بتنزل أنت مثلا أخر وعد التسليم يوم الأحد وغيرك مفتح يعني واجب الأول اللي حقا خد 3 دقائق سلمته، فطلب صغير يعني إذا في كريم لك إياه نسلم في نفس اليوم أنا حط حتى 13 أم تحط 59 أم شوف هذه من الشغلات اللي بنحطها وما تقلقش. انا حتى لو سلمت الواجب يمكن فيش الا الواجب الاولاني اللي ما يعني زي ما تقولوها ما انتبهتش إلها، بس بتضلوا مفتوح عندك انك تسلم بعد هيك وما تقلقش من ناحيه التاخير، سمعني؟ فهي يعني في فلكسبيليتي، خلينا نحكيها. المحاضرات يمكن ركزنا انه فيش شيء ينزل خميس جمعة، وبعتنا تعميم للمدرسين والمعيدين ما ينزلكوش لها، يعني يمكن لاحظتوا محاضراتي فتح الساعة بعد 12 في الليل يوم السبت. يوم السبت الدكتور نزل 3 معامل ومحاضراتك مرة واحدة يعني اشعارات ورا بعض جت على الجوال. شوف انت هذا فلكسبيليتي عندك، بقية الاسبوع تتفرج زي ما بدك، بس برضو احنا بنحاول نرجع الحياة لطبيعتها لنا وإلكم. يعني مثلا انا جمعة مثلا عندي شغلي في البيت في الغير في غيراته، ما حدش يتوقع اني انا فاضي وقاعد جنب الجهاز بس بدي اجاوب اسئلته او بده حاجة، يعني بدك تسيب لي هذا المرونة بعد يعني بعد 4 العصر نوعا ما، يعني يوم الخميس يعني إلك الصبح يا دوب، بعد الصبح خلص أنا إلي شغل التاني في الدنيا في حياتي. نفس الشيء أنا بدي أسيب لك وقتك برضو في حياتك، يعني أنا مش معني أن أعطيك أدب عليك كل شيء وأقول لك خد كل أنت ما أنت أونلاين موجود خد كل ما بيجي على بالي حاجة أبعت لك إياها، لا مش هيك. إحنا بنحاول نرجع الحياة لطبيعتها في أوقات إلك فيها خصوصية أنا مش لازم أدخل عليها، وإلي أوقات برضو إلي فيها خصوصية أنت مش لازم تدخل عليها، هذا ككل يعني لا تتوقعش أنه اللي بدك إياه خلاص أنا مستعجل جاوبني، لا أنا في عندي حاجات أحيانا عندي لقاءات أحيانا عندي خلاص بديش أفتح الجهاز تبعي يعني هذا طبيعي في الدنيا، فككل لا بدنا نقدر هذا ونتعاون مع بعض. صح تنزيلها بتفتح بعد 12 في الليل زي هيك فيش مشكلة فيها، بس انت معك بقية الأسبوع تتفرج وتشوف اللي بدك إياه وتجاوب على اللي بدك إياه. أنا حتى من الشغلات اللي عممتها على المعيدين المرونة في المواعيد، وهذا يعني مش احنا مشاكلنا كثيرة من النت للكهرباء للجهاز بضرب لكله، هذا كلها واقع انت مش عايش في كوكب تاني، فبدنا يعني نقدر هذا بيننا وبين بعض وإن شاء الله نتغلب على هذه الأمور. دكتور بخصوص البي ماتريكس كيف نعمل على المتلاب؟ أنا هنا فتح المتلاب. البي ماتريكس عادي يعني البي بدك تحطها كل لو فتحت الماتريكس وحطيت سيمي كولن بعد الإليمنت هذا معناته بدأت سطر جديد. أنا بعرف أعمل من جزء كمان ماتريكس جزء كيف أكونها من الـ A والـ B والنصفات تعوني. هذا شوف أنت يعني بدك تشتغل على الماتلاب مباشرة؟
هاي قبيل ما تلاب. طب ما انا مش شايف حاجة عندك. انا قد اعمل لك بسازين فلاك. طيب. بيان يا دكتور؟ بيان. ايش اكتب؟ الان انت بدك تجيب بدك تدخل السيستم تبعك. الان ايش تكون؟ ايوه ما السيستم على شكل ترانسفر فانكشن على اللي بدك اياه. لو حطيته على شكل ترانسفر فانكشن حط هاي الحاجه يعني عشوائيه. بدك تحط النومريتر والدينومينيتر، بدك تحط تساوي طبعا. الان في كوماند اسمه ريزيديو. هذا بتعمل اسمه هذا بتعطيك الايجن فاليو والايجن فيكتورز. عرفت من الايجن فيكتورز هي اللي بتكون البي ماتريكس. عرفت هاي كيف تسويها؟ هل عملت أي حاجة دكتور هذا الرشيد؟ عملت أي كلام وين كونت؟ زهرت يا دكتور؟ الحين زهرت. الآن اعمل لي الريزيديو للدينومينيتر. هاي هذا اعطتك حط ريزيديو للدين. انت بدك تطلع شو اسمه القيم ككل لازم تعمل ار بي كي زي طيب. طب يحط الار هاي البي طلع شايف البي ايش اللي عندي؟ هذول الايش؟ هاي الايكون فاليوز الموجوده اللي عندك وهاي الايش؟ هذه تبعت الدينومينيتر. الان من هذول بدي اجيب الايش؟ الايكون فيكتورز تبعتنا. فانا بدي اجي اقول اي ماينر يعني هذا بدك تحولها السيستم تحوله لايش؟ لستدي ستيت. حكيت بامر على فكره هذا ستدي ستيت بتاخذ بدك تضيف النومريتر والدينومينيتر والتي. بس ما علينا هذا هي نفس السطر اللي فات بس كمل نوم دين بين القوسين لازم نحط اي بي سي لان هتتخزن فيهم. ايوه رجع ثاني بدي ساوي تي اف تو ستيدي ستيت. انا ما عشان مش حافظ النوم والدين في المتغير لا ما هو لا موجودات محفظ انها هاي عندك الـ A والـ B والـ C. الآن بدك تجيب الـ إيش للـ A اللي هي الـ Eigen Value أو الـ Eigen Vector. اكتب Eig A. Eig A. أيوة وافتح بين قوسين وحط الـ A. أيوة. هاي عندك الايش الايجن فيكتور. الان لو بدك تجيب الايجن فاليو والايجن فيكتور بتحط رقمين وبتحط جنبها ايش ايج اي يعني حط تو فاريبلز زي ما عملت في الهناكه. ايوه حط مثلا
values vectors. اي مو بسهل شايف عندك هاد هاي الايجن فيكتورز هاي صار هاي عمود 2 3 ب 3 هاي 3 ب 3 شايفه هذا هذا هو البي ماتريكس تبعتك. الان لو اخذت الفيكتورز هذه وجبت الانف تبع الفيكتور وضربت الانف في الانف فيكتور في اي في ام بعطيك الاصل الدياجونال. بس هذه انت كبرت الفيكتور اعمل اعمل بي ايكوال فيكتورز لا زي نفس اللي فوق. الان كي شوف لي كي هذه ايش بيطلع نفس أيه. نفس الكي اللي طلعت نفسها هذا. الحين اكتب ام اي ان في كي اي ان ام ام ان في كي ايكوال اي ام وافتح في وافتح قوس واكتب كي. ايوه اعمل بتير هذا الانفيرس تبعها. الحين انت بدك تجيب انف كي في اي في كي اضربهم انف كي هذه ضرب اي ضرب كي شوف ايش بطلع عندك. طب اعكسها اضرب كي في اي في ام في كي هذه الان في الاشكاليه اللي عندي مش معطاني الدياجونال يبقى الايجن فاليز الموجوده هان مش الحقيقيه في 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 هذا. على اي حال هاي الطريقه الموجوده هذول اللي احنا بنستخدمها هاي هذه الاصل تعطيني شيء. الان هذا حصلت بتعرف ليش؟ عشان السيستم يكونش مظبوط. ايوه السيستم تبعي كومبلكس فانت لو حطيت سيستم يعني الفكره هذه بنحط ايش لانه الكومبلكس له طرق تانية لنجيب كيف نشتغل فيها بس الفكره هيها هذا ايش كيف انا بعمل بجيب الايجن فاليو ومنها بجيب الايجن فيكتورز ومن الايجن فيكتورز بشتغل على المعادلات اللي كانت عندي. واضحة؟ تمام. طيب قبل ما تخلص كل واحد يكتب لي اسمه على الشات وهذا حضور وغياب اليوم. وهيك بنبقى لي خلصنا محاضرة الأسبوع إن شاء الله بنناقش محاضرة الأسبوع اللي جاي. الحين بالنسبة للمعامل كم دنيا ما ترجع؟ مش الأسبوع هاد ولا الأسبوع الجاي بس ممكن بعد هيك. يعني في عملية دراسة حاليا الجامعة بتدرس إيش بدها خطوتها الجاية. طيب هيك بنقول يعطيكم العافية وبنشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.
شكرا. مع السلامة. مع السلامة. الله يعافيك، الله يخليك، مع السلامة.